الله يا حاج. طب تعالى نرجع للسهر بقى زمان ايام الوالد. انا سامع ان الوالد ده كان يعني ملك من ملوك السهر، بيحب يجمع كل الناس وكان بيحب البيانو جدا وانت اتعلمت المزيكا منه. احكي لنا عن السهر زمان مع الوالد كان عامل ازاي. لا هما كانوا زمان الحقيقه العيله على مستوى العيله كانوا بيتجمعوا كاخوات بمراتاتهم بولادهم بيقعدوا يسمعوا مزيكا، بيقعدوا يسمعوا حفلات ام كلثوم على طول. كانوا الدنيا بيتجمعوا. اختلفت خالص كانوا بيتجمعوا عندنا. والله يعني لو ما فيش حفله زي ما بقول لك وعايزين يتجمعوا، بابا الله يرحمه كان بيعزف بيانو، ماما كانت ساعات شويه تعزف ويقعدوا يغنوا وتبقى الحياه جميله. ويعني الحياه بالمزيكا فعلا لها طعم تاني خالص. زي ما بقول لك حفلات ام كلثوم على طول بيتجمعوا عندنا ويقعدوا جنب الراديو يسمعوها. ويعني كانت عايز اقول صفه من صفات الشعب المصري انها تتجمع على صوت ام كلثوم كل شهر. الحقيقه مفتقدين ده جدا يا امير طبعا دلوقتي. طبعا. بس هل تفتكر مع تغيير الزمن ده كله هل ممكن عيله تتجمع دلوقتي تقعد جنب الراديو تقعد تسمع اغنيه؟ لا دلوقتي العيله بتتجمع بس كل واحد في كوان وكل واحد معاه التليفون بتاعه. والله متجمعين ومش متجمعين. يعني انت بتلاقي حتى في اي مكان بره عيله قاعده كل واحد فيهم قاعد. بس ده العالم كله مش عندنا احنا بس، يعني مش مصر بس، بتهيألي كل العالم كده. فالموضوع اختلف تماما عن زمان. يعني السهر زمان فرق كبير بينه وما بين السهر دلوقتي خالص. بالظبط. وبعدين كل واحد معاه بقى الاذاعه الخاصه بتاعته. يعني كان يمكن زمان يعني ابويا الله يرحمه كان يعني مش امر ومش فرض، بس عودنا على السهره دي انه بيبقى في صمت وفي الراديو بيشتغل وكل الحاجات التسالي الجميله موجوده وحاجات حلوه ومش عارف ايه وقعد بنسمع الست. ده ما كانش فرض بس من التعود حبينا دلوقتي حبينا النهارده ده. كل واحد اصبح معاه الراديو الخاص بتاعه اللي هو عايز نوعيه يعني الاغاني اللي يحب يسمعها. ما بقاش حد بيفرض على حد ذوقه. ايوه للاسف. لا دلوقتي احنا بنشوف اولادنا بالصدفه يعني. مفيش التجميعه بتاعت زمان حتى لا لو لا موجودين بس لا لا بيبقى لا كل حد في يعني زمان واحنا صغيرين كنا بنبقى حريصين مثلا انه يوم الجمعه نبقى مع بعض. الغداء وقت الغداء نبقى كلنا مرتبين نفسنا ان احنا يعني بس دي موجوده الحمد لله شويه مش كتير مش قوي مش كتير لا. لان مش التقديس بتاع زمان كان شيء مقدس يعني لو موجودين بالصدفه كان شيء مقدس انما دلوقتي اللي بيحاول يعمل كده بيبقى اكيد متاثر بالتربيه اللي فاتت. بالظبط. لكن دلوقتي الدنيا اختلفت. انت النهارده بتتعزم في افراح بمسج بتعزم بتتعزى بمسج بتتشتم بمسج وبدع عليك بمسج وبدع عليك بمسج. لا ما بيقول لك زمان كنت انت بتبقى قاعد في بيت حفله ام كلثوم او عبد الحليم او كده بتبقى بيترتب لها فعلا بيجيب عشاء ومكسرات ولب وبتاع يعني بيبقوا قاعدين عارفين ان في قعده حلوه النهارده. احنا واحنا صغيرين اتعودنا على كده فعلا. حتى في الافلام برضه ساعات كنا بنتجمع نتفرج على فيلم يوم الخميس مثلا مع بعض يوم الجمعه مع بعض. بالظبط. دلوقتي مفيش حاجه اسمها الاولاد يتفرجوا معاك على فيلم. لا اتفرج على ايه؟ هو كله خلاص كل الحياه بالصوابع دلوقتي.